إذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم إخواني الطلبة، سنقوم بحل هذا التمرين لبيام الذي ورد في بيام 2009. التمرين الأول التي تتحدث عن الجذور، قال لتكن الأعداد الأعداد A B C، حيث A ها هي و B و C. قال اكتب A زائد B على الشكل A جذر 5، يعني سنستخرج دائما في هذه الحسابات جذر 5 كعامل مشترك، يعني هكذا. إذا كتابة A زائد B على الشكل A جذر 5، عفوا A جذر 5، حيث A هو عدد طبيعي. ننتبه. إذا عندنا، لاحظوا A قال زائد B، ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا جذر 80 زائد B الذي هو 2 في جذر 45. قبل كل شيء سنأتي إلى الجذر 80. لاحظوا ما هو جذر 80. نلاحظ إلى جذر 80، نلاحظ هو ماذا؟ هو 20 في 4. وتلاحظ هو 20 في 4، هذا يخرج بماذا؟ باثنان. يبقى لنا 20 هكذا، لأن 4 هي 2 في 2 يخرج من الجذر. ولكن كما تلاحظون أن العشرون ما هي؟ هي 4 في 5، يعني هكذا 2 في 4 في 5. تابعوا جيدا فقط. إذا هذا كذلك له القدرة أن يخرج من الجذر. كم تصبح جذر 80؟ تساوي، لاحظوا، تصبح 2 في 2 في جذر 5. لماذا؟ لأن الأربعة تخرج من الجذر بالعدد 2. كم تساوي لكم؟ لاحظوا تعطي لكم ماذا؟ تعطي لنا 4 في جذر ماذا؟ جذر 5. هكذا. إذا هذه هي ماذا؟ هي جذر 80. إذا هذه تعطيكم هي جذر 80. ننتبه جيدا. سنأتي إلى 45. 45 كذلك، 45 تحت الجذر. ما هي 45؟ ما هو العدد الذي يضرب في 5؟ يعني تصبح 9 في ماذا؟ في 5. ولكن 9 يخرج بماذا؟ لأنه جذر تام، يعني كم يخرج؟ يخرج ب3، ويبقى هنا ماذا؟ يبقى هنا 5. إذن هذا ماذا؟ هو جذر 45. ما هو جذر 45؟ لكن بكل بساطة ننتبه، سأعوض هذا العدد في مكانه هنا. لاحظ هنا، هنا في هذا المكان، هنا كله كذلك عندي هذا العدد، أقوم هكذا بتعويضه هنا. ماذا يصبح لكم؟ لاحظوا جيدا بطريقة بسيطة جدا، ماذا يصبح؟ يصبح A زائد B يساوي جذر 80. كم يساوي؟ أنا أشير إليه هنا، هو 4 في جذر 5 زائد 2 في جذر 45. 45 ها هو 45، بماذا يساوي؟ يساوي هذه القيمة، يساوي هذه القيمة التي هي كم؟ هي الآن عندي 2، ولكن عندي جذر 45 كم؟ قلنا هو 3 في جذر 5. هكذا تساوينا، نكمل، 4 جذر 5 زائد هذا في ذا كم؟ هو 6 في جذر 5، يساوي، هيا نستخرج الجذر، جذر 5 كعامل مشترك، نخرجه من هنا ومن هنا، ماذا يصبح؟ إذا خرجناه من هنا يبقى لنا 4، وهنا لاحظوا عندكم زائد، لو كانت نقص ضعوا نقص، 6 في ماذا؟ جذر 5. نكمل A زائد B، كم تعطي لكم هذه؟ 10 جذر 5. هذه هي النتيجة.
بكل بساطة. ثم قال ما هو السؤال الذي جاء بعده؟ قال بين أن A في B هو عدد طبيعي. إذن هو سؤال بسيط، البرهان أن A في B هو عدد طبيعي. ننتبه نكتب هكذا، إذا لدينا A في B يساوي. الآن انتبهوا، لا تعملوا بهذه القيم، هذه القيم كبيرة جدا. ماذا نقول؟ عندي ماذا؟ عندي جذر 80، كم يساوي؟ ها هو كم يساوي؟ يساوينا ماذا؟ الذي هو الأ، يعطينا كم؟ يعطينا 4 جذر 5 في بي. ما هو البي؟ البي لو تلاحظون ها هي جذر 45 مضروب كذلك في 2، يعني يعطي لكم هكذا 2 في ماذا؟ في 3 جذر 5 هكذا. لماذا؟ لأن هذه الخمسة الجذر 45 والاثنان الذي هو أمامكم هنا يصبح A يساوي 4 جذر 5 في هذا، في هذا كم؟ 6 جذر 5. وللملاحظة فقط قلت أي جذر في نفسه يذهب الجذر مباشرة ويبقى العدد هكذا، هذه قاعدة. إذن يصبح نضرب ما خارج الجذر بما خارج الجذر، يعني الخارج بالخارج الذي تعطي لكم 24، والداخل بالداخل الذي هو الجذر 5 في جذر 5 كم يعطينا لكم؟ قلنا 5. ها هي الكلام، يصبح A في B يساوي هذا في هذا. سنقوم بإنجاز هذه العملية بكل بساطة، إذن يصبح 24 في 5 تعطيناكم هنا 20 وهنا 10 12، إذن تعطي لكم 120، وهو عدد طبيعي لو تلاحظون، هو عدد طبيعي. إذن A في B عدد طبيعي، ها هو، لأنه هو عدد مثله مثل 3 5 6، لا يوجد له جذر ولا كسر ولا إشارة ناقص ولا ما هم يحزنون. نأتي إلى السؤال الأخير الذي يقول اكتب سي مربع على جذر 5 على شكل نسبة مقامها عدد ناطق. يعني سؤال بسيط 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 جدا، إلا أنكم عليكم بالانتباه. ننتبه، لاحظوا كتابة سي مربع على جذر 5 على شكل نسبة مقامها عدد ناطق. هي عملية بسيطة جدا، لاحظوا. أولا نذهب إلى السي، ها هو السي أمامكم، ها هو السي قيمته، نربعها أولا. لاحظوا لدينا ماذا؟ سي، لدينا سي يساوي كم؟ جذر 5 زائد 1، وهو يريد أن نجعل سي مربع لجذر 5. أولا نقوم بحساب سي مربع. انتبهوا، سي مربع ماذا يساوي؟ يساوي جذر 5 زائد 1 هكذا مربع. لو وجعلنا هنا مكعب نجعل هنا مكعب، إلا أنه لا تقوم بنسيان الأقواس، احذروا من نسيان الأقواس. هكذا قلت. ننتبه، فيكم من يحفظ جداء الشهر وفيكم من لا يحفظها بطريقة بسيطة. سي مربع ماذا يصبح لكم؟ تعلمون أن إكس مربع ما هو؟ هو إكس في إكس، إكس مربع هو إكس في إكس. كذلك هذا لو تلاحظون مثله مثل، يعني هكذا جذر 5 زائد 1 في ماذا؟ في جذر 5 زائد 1 نفسه، لأن أي عدد في نفسه يعطيك تربيع. هيا نقوم بعملية النشر، هذا في هذا، إذا تصبح سي مربع
يساوي لنا جذر 5 في جذر 5 تحدثنا عليها، قلنا أي جذر في نفسه يعطي لكم العدد، وثم هذا في هذا جذر 5 في 1 تعطيكم جذر 5، وهذا في هذا 1 في جذر 5 هو جذر 5، وعندي هذا في هذا يعطي لكم زائد 1. سي مربع يساوي، لاحظوا هذا مع هذا يعطي لكم 6، وجذر 5 زائد جذر 5 يعني حبة وحبة تعطيكم حبتين، يعني اثنان جذر ماذا؟ جذر 5. هذا فيما يخص ماذا؟ سي مربع، ولكن هو المطلوب هو هذا. ننتبه بكل بساطة، نقول لاحظ يصبح هكذا، سي مربع على جذر 5 تساوي، ها هو السي مربع، ها هو أمامكم، كم؟ لاحظ هو 6 زائد 2 في جذر 5 على ماذا؟ على جذر 5. قرأتم كيف تقومون بعملية تنطيق المقام؟ لتنطيق المقام نضرب في الجذر هنا فقط هكذا، ننتبه نضرب هكذا في نفس الجذر فقط هكذا ننتبه، ولكن أضرب كذلك في البسط هكذا. لو كانت هنا عندكم جذر 7 تضربون في جذر 7، لو كانت عندكم 2 في جذر 5 أضرب فقط إلا في جذر 5 فقط هكذا جذر 5، ولكن لا تنسوا في البسط كذلك فيذهب الجذر مباشرة. لاحظوا إذا لا ننسى القوس، قلت تساوي لنا المقام أولا أي جذر في نفسه يعطي لكم 5 هكذا. نقوم بعملية النشر هكذا، لأن ضرب عملية تبديلية تصبح 6 جذر 5 وهكذا، كم جذر 5 في جذر 5 كم؟ 5 في 2 يعطي تعطيكم زائد 2 في 5. لماذا؟ لأن هذا جذر 5 في جذر 5 هو 5. نكمل الحساب، سي مربع على يعني يساوينا، ننتبه 6 جذر 5 وهذا مع هذا يعطي لكم زائد 10 على ماذا؟ على 5. إذا عدد ناطق كسر، عدده ناطق، وهذه هي النتيجة، يعني ومنه هذه هي النتيجة لسي مربع. قلت سي مربع، هذه مكتوبة سي مربع على جذر، عفوا على جذر 5، عفوا على جذر 5 هكذا أكرر، يساوينا كما تلاحظون هذه النتيجة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو. شكرا.